النشا يصبح انزيم يصبح سكر مع سيضيف الانزيم الامينو هذه وهذا في محطه الدم اما ثم ينزل الى المعده فيصبح النشا بروتين ودسم النشا يصبح يبقى لا شيء اما البروتين جزء منها يبقى بروتين والاخر يصبح اكسيدات والانزيم الخاص بالبروتين هو انزيم البروتياز واحد او الكيسين اما الدسم ينزل ثم المعده في اخر محطه والتي تنتج لنا المعدات والمعدات هي سكر جلوكوز احمر امينيا احمر دسم زائد جليسيرول والماء والاملاح المعدنيه فالسكر او النشا يصبح سكر جلوكوز بفضل انزيم الامينياز البنكرياسي اما الاكسيدات تصبح احمر امينيا بفضل البروتين 2 البروتياز 2 اما الدسم تصبح سحلبات الدسم وذلك بواسطه الوساطه الصفراويه وايضا انزيم الليباز مسيرة الأغذية مسيرة الأغذية المنظومة هو الامتصاص والامتصاص يكون على مستوى الأمعاء المعي دقيق فينفصل المعديات والمعديات هناك طريقين طريق لنفو طريق الدم طريق لنفو طريق الذي تسكر لنفسكم بعض المعديات مثل الأمعاء المعدنية والسكر والدسم إلى آخره أما الدم فجميع المعديات إلى الدسم فعن طريقه تمر الحمض الأمينية مقر الامتصاص مقر الامتصاص يكون امتصاص على مستوى الزعابة المعوية والتي تتميز بخصائصها إشعارات دموية وكذا وأيضا بالإضافة إلى مكونات الدم مكونات الدم إن الدم تكون من خصائصه أو من مكونات أول شيء هو البلازما البلازما يسمى باسم أخر مصورة فهي عبارة عن سائل مصفر تسيح فيه باقي المكونات